السلام عليكم. سؤالنا الأول قال لنا في السؤال هنا: أوجد قيمة كل عبارة فيما يأتي. إذا كانت ألف تساوي ثلاثة، وقال لنا العبارة 15 تقسيم ألف ضرب 6. 15 تقسيم ألف وضعها لنا في قوس ضرب 6. الآن ما هو العدد الذي نقسمه على ألف ثم نضربه في 6؟ نحن تعلمنا بطرق الضرب أولا الأقواس، ومن ثم بعد ذلك بعد الأقواس عملية الضرب أو القسمة من اليمين إلى إيش؟ إلى اليسار. الآن 15 تقسيم 3 ضرب 6، أول ما نسوي أول شيء هو الأقواس. 15 تقسيم 3 هو 5 ضرب 6. عملية الضرب من اليمين عملية الضرب أو القسمة من اليمين أو إلى اليسار. الآن لدينا 5 ضرب 6 يساوي لنا 30. الآن ننتقل إلى السؤال الذي يلي. قال لنا: أوجد قيمة العبارة التالية. وقال لنا العبارة 12 ناقص 2 ضرب 5. تعلمنا عملية الأقواس ثم عملية الضرب من الضرب أو القسمة من اليمين إلى اليسار، ثم بعد ذلك الجمع والطرح. آخر شيء هو الجمع والطرح. الآن نبتدي بإيش؟ لدينا 12 ناقص 2 ضرب 5، ما في أقواس. جميل. بعد ذلك نشوف الضرب أو القسمة من اليمين إلى اليسار، هل في قسمة؟ ما في قسمة. الآن عملية، ولكن يوجد هنا عملية إيش؟ ضرب. إذا نبتدي بإيش؟ بعملية الضرب. نضرب 2 في 5 حطينا 10، حطينا 12 زي ما هي ناقص 10 اللي هي 2 ضرب 5 حطيناها بعد ما ضربناها. بعد ذلك نقول 12 ناقص 10، 12 ناقص 10 هو 2. ننتقل إلى السؤال الذي يلي. قال لنا: حلوا المعادلة الآتية. نحل المعادلة الآتية. إيش المعادلة؟ لدينا المعادلة 1 زائد ألف يساوي 4. نبقى قيمة ألف، إيش راح نسوي هنا؟ ما هو العدد الذي نجمعه مع 1 يصبح لنا الناتج 4؟ أحسنتم. إذن 3. إذن قيمة الألف كم؟ 3. إذن ألف تساوي 3، لأن 1 زائد 3 يساوي لنا 4. أيضا في المعادلة الثانية قال لنا 4 باء يساوي لنا 16. إذا ماذا نفعل هنا؟ ما هو العدد الذي نضربه مع 4 يساوي لنا 16؟ أحسنتم. إذا 4 ضرب 4 يساوي لنا 16. إذا الباء يساوي لنا 4، لأن 4 ضرب 4 يساوي لنا 16. جميل. يعطيكم العافية. انتهينا إلى هنا وشكرا لكم.